مرايا الشعر مع سهام الشعشاع على كيو بوست. أمين الريحاني. يصعب على النقاد والدارسين أن يتحدثوا عن حركة النهوض العربي في القرنين الفائتين دون التوقف ملياً عند أمين الريحاني، الذي هو التجسيد النموذجي الأبلغ لعبارة أدونيس مفرد بصيغة الجمع، إذ اجتمعت في فيلسوف الفريكة ملكات الكتابة الأدبية والتاريخية والفلسفة وأدب الرحلات وفنون الشعر والسرد والتمثيل. لم يكن أمين الريحاني المولود في قرية الفريكة اللبنانية ليركن منذ طفولته إلى فكرة أو عقيدة جامدة أو يقين مطلق، ولأنه كذلك فقد شعر بسعادة بالغة حين أرسله والده إلى نيويورك ليكمل تعليمه هناك ويعثر على عمل مناسب، لكن موهبة الريحاني المتوقدة دفعته من مكان إلى آخر، حيث وجد ضالته في الأدب والفكر وراح يتعرف عن كثب على أعمال شكسبير وفولتير وداروين وتولستوي وكثيرين غيرهم. قضى الريحاني حياته متنقلاً بين أمريكا وبلدان المشرق العربي، مشاركاً تارة مع جبران في تأسيس الرابطة القلمية، ومتنقلاً طوراً بين ممالك العربي وأمصارهم، ومشجعاً ملوكهم وقادتهم على بناء دول حديثة قائمة على الإصلاح والعدالة والحرية وحقوق الإنسان. من كتاب الريحاني قلب لبنان أقرأ هذه السطور: كنت أتخيل الزمان مجسداً في غابات الأرز، فرأيت الأرز مصغراً في كف الزمان. كنت أتخيل اخضراراً يرتد البصر عن آفاقه، وتتكسر أجنحة النسور في التحليق إلى موطن جذوره، فرأيت بقعة سوداء ونسراً يبسط فوقها جناح الكبرياء. كنت أتخيل مجداً يقف نور الشمس في بابه وضياء القمر في محرابه. كنت أتخيل كل هذا قبل أن أقف عند الباب وبدهشة وغم.